بالادعاء يعني. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي. القناة الثانية تواصل مساعيها لتبرئة الإرهابيين قتلت الطفل محمد أبو خضر، فيما بحثت القناة العاشرة عن الحيل التي بإمكان إسرائيل اللجوء إليها لعرقلة عمل لجنة التحقيق الأممية بجرائم الحرب في غزة. أيضا سنلقي الضوء على نموذج للتحريض الديني لجنود الاحتلال قبل مشاركتهم بالعدوان. كرست القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مطولا تمحور حول اعترافات الإرهابيين الذين خطفوا وأحرقوا الطفل محمد أبو خضر، ولكن هدف هذا التقرير كما سنشاهد هو التمهيد لتبرئة الإرهابيين بالادعاء أنهم تحت السن القانونية وأن كبيرهم مريض نفسي. وحرص معد التقرير على الادعاء أن الإرهابيين ندموا بعد ارتكاب فعلتهم للتخفيف من فظاعة الجريمة. قتلت الصبي محمد أبو خضر، وصفوا على مدار ساعات أمام محققي جهاز المخابرات الشباك ومحققي شرطة القدس يوسف بن دافيد بن حييم وقاصرين، تحدثوا كيف قرروا الانتقام من عربي بعد خطف وقتل الصبية الثلاثة. قبل أسبوعين قدم ضدهم لائحة اتهام خطيرة، مراسلنا أحضر خلاصة شهادتهم. لقد كانت رحلة لصيد بشر، هكذا ادعت لائحة الاتهام. أثناء تلاوة لائحة اتهام يوسف حييم بن دافيد واثنين من أقاربه المتهمين بقتل الصبي محمد أبو خضر، بن دافيد والبالغ من العمر 29 عاما من مستوطنة آدم، وصاحب هذا المتجر المخصص لبيع النظارات بالقدس، وهؤلاء أقاربه، وهما طلبة مدرسة دينية. وهنا يشاهدون جنازة الصبية اليهود الثلاثة الذين خطفوا، وخلال ذلك قرروا تنفيذ عملية انتقام. في البداية حاولوا اختطاف هذا الولد الذي كان يمشي هو وأخيه التوأم في هذا الشارع في بلدة بيت حنينة. وجاء في اعترافات القتلة: شاهدنا امرأة معها طفلين يبلغان من العمر 10 و11، وقلنا لأنفسنا هذه المرأة لن تنجب مجددا أطفالا، فقررنا توجيه لكمات لها ولقد كانت محجبة. ولاحظت المرأة أن الأمر مريب، فنظرت صوب نون، فسارع نحو أحد الأطفال وأمسك بعنقه محاولا خنقه، وعند ذلك استدارت المرأة، ثم رأيته يضربها بقبضته على أنفها. إن قبضته قوية، لقد دفعها للطيران والسقوط على الأرض، وبدأت بالصراخ، ثم هربنا من المكان. وفي مساء اليوم التالي قررنا العودة والبحث عن الثأر. بالبداية اعترف بن دافيد أنهم قرروا إلحاق الضرر بممتلكات عربية بإشعال النار، ولكن بعد ذلك أعدت الخطة القاتلة. ويقول بن دافيد في اعترافه: أخذت 3 زجاجات فارغة من البيت وعثرت على زجاجتين، وسافرنا إلى محطة الوقود في قرية حزمة، وهناك ملأت الزجاجات بالوقود لأننا كنا غاضبين وقررنا أن نحرق شيئا ما للعرب. وصلنا إلى منطقة أرمون هنتسيب للبحث عن متجر عربي لحرقه، وبعد ذلك قررنا أن نرفع المستوى وقلنا: أخذوا منا 3 أشخاص وسنأخذ منهم واحدا، وقررنا أخذ أحدهم ثم نخطفه ونضربه ضربا قاتلا ثم نطيره. وها هم يتزودون بالوقود قبل ساعات من عملية القتل، كما صورتهم كاميرات الحراسة في محطة الوقود في حزمة. بعد ذلك دخلوا إلى هذا المتجر واشتروا مشروبات طاقة وبدأوا بالتأهب لتنفيذ عملية الخطف. وإليكم التعليمات. تم استبدال ملابس المدرسة الدينية بملابس أشخاص علمانيين، وتزودوا بقيود حديدية وأخلوا الكرسي الخلفي من السيارة. وجاء في اعترافات القاتل: شاهدنا شابا عمره ما بين 20 إلى 24 عاما، لقد كان شابا طويلا، وقلت لهم: هذا الشاب بالإمكان التغلب عليه، وقلت لهم: اخرجوا من السيارة.
سمعتهم يقولون للشاب أين الطريق إلى تل أبيب. لم يجب الشاب ولم يتحدث العبرية. وفي تلك اللحظة نون وجه له لكمة وميم أمسك فمه حتى لا يتمكن من الصراخ، وأدخلوه عنوة إلى السيارة. وحاول الشاب إثارة الشغب وبدأ يقول الله أكبر الله أكبر. فورا أغلقت أقفال أبواب السيارة. في تلك اللحظة لم أصدق أن الأمر تم بالفعل. وفي تلك الأثناء ميم خنق عنق الشاب، وأنا صرخت عليه قائلا اقضي عليه، وقلت له اقتله، وبدأ الشاب بالاحتضار. وفي تلك المرحلة توقف الشاب عن معاركتنا، ولقد خفت أن ينقض علينا. ولم يكونوا يعلمون أن محمد أبو خضير قد مات، وعلى أي حال قرروا التخلص منه. وجاء في الاعتراف قررت السفر اتجاه أحراش القدس من أجل التخلص منه، وقلت لميم اضغط بقوة على حنجرته واقضي عليه، فهؤلاء لديهم سبعة أرواح، اقضي عليه حتى لا ينهض. أطفأت كل الأضواء وبدأت بالارتعاش خشية من أن ينقض علينا. ضربته ضربتين بالرأس وقلت لنون أحضر الوقود، فأحضر من صندوق السيارة زجاجة وقود وبدأت بسكبه على رأس الشاب، ثم أعطاني الزجاجة ووصلت سكب الوقود على رجلي الشاب وركلته ثلاثة ركلات في رجليه. أشعلت النار بالشاب من رجليه. لقد كان تحقيقا سريعا نفذته الوحدة اليهودية في المخابرات الشباك بالتعاون مع الشرطة. في البداية تم اعتقال تسعة مشتبه بهم وتم الإفراج عن ثلاثة منهم، وبحق يوسف حييم بن دافيد وقاصرين اعترفوا بالقتل وقدمت بحقهم لائحة اتهام. بن دافيد وأحد القاصرين يزعمان أنهما يعانيان من مشاكل نفسية، وقال الاثنين كنا مظلومين لأن الأفعال التي قمنا بها لم تكن مثل الحديث، فنحن يهود ولدينا قلوب. وبعد ذلك تحدثنا حول إلى أي مدى كان من السهل إلقاء القبض عليه. أمرتي להם אני אגיד לכם את האמת. הייתה מטרה אבל זה לא בשבילנו. טעינו. אנחנו יהודים רחמניים. אנחנו בני אדם. נכנסנו לבאסה. اعتبر يوف باردي محلل الشؤون السياسية بالقناة العاشرة أن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة لجنة متحيزة، وتم تشكيلها من قبل مؤسسة منحازة على حد تعبيره، ولكنه حذر في الوقت ذاته من محاولة إعطاء هذه اللجنة وزن ومميزات ذات طابع جنائي من أجل جر إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. بصفة של דבר אין ספק שהוועדה היא מוטה שמונתה על ידי גוף מוטה. ما من شك أن هذه اللجنة منحازة وتم تشكيلها من قبل مؤسسة منحازة، ولست بحاجة لأكون صهيونيا كبيرا حتى أقول هذه الأمور، وحتى أشخاص موضوعيون يقولون ذلك، والتساؤل كيف بالإمكان التعاطي معها وما هي صلاحياتها وما هي الأضرار المحتملة وما هي الأضرار المحتملة التي قد تلحقها بإسرائيل. في البداية الشخص الذي يترأس لجنة التحقيق ويليام شاباس هو في الحقيقة شخص مناهض لإسرائيل، وقال إنه سيكون سعيدا إذا شاهد نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وأطلق الكثير من التصريحات المناهضة لإسرائيل. ثم محاولة لإعطاء هذه اللجنة وزنا ومميزات ذات طابع جنائي من أجل سحب إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. أولا صلاحية اللجنة ليست لاستقصاء الحقائق، وإنما هذه اللجنة هي لجنة تحقيق أيضا. تعيين شاباس وهو متخصص بالقانون الجنائي الدولي وليس مثل جولدستون المتخصص بالقانون العام، وشاباس متخصص بهذه الأمور أي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. هل بإمكان هذه اللجنة التسبب بأضرار كبيرة لإسرائيل؟ الإجابة لا كما يبدو. أيضا جولدستون كان لديه الكثير من التوصيات الخطيرة، وهو قال إنه يجب الذهاب إلى محكمة لاهاي، ولكن هذه اللجنة
ليس لها أسنان، لديها القدرة على إصدار توصية. عندما تتوجه هذه اللجنة إلى محكمة لاهاي، فإن النيابة العامة هناك في نهاية الأمر هل ستقبل النظر في شكوى يقدمها الفلسطينيون؟ إسرائيل تستعد في السنوات الأخيرة لقصة المحاكم الدولية، وثم طواقم شكلت للدفاع عن ذلك. والأمر الآخر، تم تشكيل لجنة تريكل التي كانت قبة حديدية قضائية، لأن كل نائب عام في أي بلد أجنبي يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أم لا، يتوجب عليه التساؤل هل الدولة التي قدم ضدها شكوى لديها نظام قضائي؟ وفي البند الخامس من توصية لجنة تريكل الذي سينشر في هذه الأيام يقول إن مثل هذه الإخفاقات يجب التحقيق فيها ضابط أو قائد كتيبة أو وحدة بالجيش، والآن يريدون إقامة جسم منفصل داخل الجيش من أجل منح مصداقية للتحقيقات. في النهاية الضرر القضائي الذي قد تتسبب به اللجنة ربما لن يكون كبيرا، ولكن على الصعيد الجماهيري سيلحق أذى. ומילה אחרונה, הפוטנציאל המשפטי אולי, הנזק המשפטי לא נורא גבוה, אני לא אומר שיהיו תביעות, יהיו תביעות, אבל לא נורא גבוה. כמובן שהנזק הציבורי הוא גדול כשיש לך ועדה עם שם כזה שעושה עבודה ומפרסמת, זה כמובן לא פשוט. תודה, תודה. يتمحور الجدل الإسرائيلي حول لجنة التحقيق الأممية بجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا في غزة حول كيفية التعاطي مع هذه وما هي الحيل التي بإسرائيل اللجوء إليها لعرقلة عمل اللجنة. על הסוגיה הזאת אנחנו נפגיש את דן מרידור לשעבר שר המשפטים ואת מייקל אוהן לשעבר עד לא מכבר שגריר ישראל בארצות הברית. יש שאלה כיצד להיאבק. ומן אג'לי מנאקשת הד'י אל-קסה سنجمع بين دان ميريدور وزير العدل الإسرائيلي السابق ومايك أرون سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة، والتساؤل كيف بالإمكان التعاطي مع لجنة التحقيق بالاستعانة بالحيل، وهل بالإمكان تجاهلها؟ والتساؤل في أي حالة الأضرار ستكون أقل. فيما يتعلق بلجنة جولدستون، تم اتخاذ قرار في النهاية بالتعاون مع اللجنة. ليس لدي أوهام بشأن اللجنة. سمعت أقوال السيد شباس الخطيرة وهو لا يحبنا، وأنا أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم التعاون معه، وأنا أعتقد أنه لا يتوجب علينا الانتظار لضغوط تفرض على إسرائيل تشكيل لجنة لكي تحقق في هذه الادعاءات والقانون الدولي الذي يتهددنا. وفي هذه الأيام يملك القانون الدولي أسنان، وفي الماضي لم يكن له أسنان، وثمة قاعدة مقبولة وسارية تنص على أنه في حال لم تحقق مع نفسك بطريقة نظامية ومنطقية ومستقلة لا أن يحقق الضابط مع الضابط الأدنى منه في الرتبة، وهذا الأمر بالإمكان أن يقدم حماية في مواجهة التدخل، والتدخل لا يعني فقط تدخل محكمة الجنايات الدولية، وهذه الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر تجلى في الشكوى في بلجيكا ضد شارون وإسبانيا ضد بيوشي، والاحتمال الثالث وهذا غير ممكن هو أن تشكل للأمم المتحدة محكمة مثل ما حدث في رواندا وميلوزوفيتش في يوغوسلافيا. باختصار كان هذا الأمر ينحصر في تأثيره لدى أساتذة الجامعة، ولكن هذا الأمر بات له أسنان، بالإضافة إلى الجانب الإعلامي التوضيحي وهو مهم جدا، يجب الدفاع عن النفس، والطريقة المركزية لذلك تتم عبر إقامة لجنة تحقيق يترأسها شخصية ذو سمعة دولية مثل القاضي شنغار. قبل أن نشكل لجنة تحقيق، وهذه خطوة أعتقد أنها صحيحة. أنت تقول أنه يتوجب علينا التعاون مع اللجنة، لماذا لا تشترط إسرائيل تعاونها مع اللجنة بتغيير رئيسها؟ إذا امتلكنا القوة فإن هذا سيكون أمرا جيدا، ويجب التحدث مع رئيس اللجنة، وعلى ضوء أقواله ينبغي إقصاؤه من اللجنة عندما يقول إنه يريد أن يرى نتنياهو وبيرس في محكمة لاهاي، ولكن القانون الدولي ليس قانونا خالصا، إن الأمر في هذه الحالة متعلق بالسياسة، وثمة الكثير من السياسة في هذه اللجنة المنحازة. أنا أعتقد أن عرض موقفنا لدى اللجنة لا يمنحها الشيء
الشرعية، ويجب عرض موقفنا على نحو جيد، سواء كان ذلك من خلال الوثائق أو الإثباتات التي تؤكد أننا لم نقترف جرائم حرب. وقدمنا أشخاصا للمحاكمة في كفر قاسم وأشخاصا من جبعاتي، وأعتقد أن تجاهل الأمر لن يجلب لنا ربحا، وأنا أعتقد أننا لن نخسر بعرض موقفنا أمام اللجنة، وأنا متأكد أنهم لن يقتنعوا بموقفنا، وليس لدي شك في ذلك. أنا أختلف مع دان ميريدور، وأعتقد أنه من المقدور علينا التعاون مع لجنة التحقيق، لأن المشاركة تعني منح الشرعية لهذه اللجنة مثلما حدث مع لجنة جولدستون. القرار بحقنا تم اتخاذه في الواقع بشكل مسبق من قبل هذه اللجنة، شفاف ليس بالإمكان استبداله، وحتى الأمريكيون لم ينجحوا بذلك، والأمريكيين غير مؤثرين في مجلس حقوق الإنسان، ونحن لن ننجح بتغيير شفاف رئيسا للجنة، وبذلك فنحن نمنح شرعية للجنة ستصدر قرارا ضدنا. לגיטימציות, למעשה קרקס משפטי. מה שכן צריך לעשות, צריך ללמוד מה... מעניין אם אנחנו מעניקים לגיטימציה עולם. אל בלאמקני ששבו הזה לג'נה בסבב ראיסיה. אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו... בלאמקני תחווילו ראיס לג'נה אלא שחס גייר די סילה והמישי. וכיפה שנפעלו דלק. יתווג'בו עלינו התעלום מן המודי, ליסה פקט מן טריקת התעתי מע לג'נה גולדסטון, ואיידה מן נמודג אסטול מרמרה. استغرق وقتا طويلا لتشكيل لجنة تريكل، واستغرق وقتا طويلا قبل أن نتعاون مع لجنة بارمل، وهاتين اللجنتين منحتانا البراءة بشكل تام، ونعتقد أنه يتوجب علينا الدفاع عن أنفسنا بواسطة درع سياسي وقضائي بتوجيه ضربة استباقية قضائية، وتشكيل لجنة تحقيق يشارك فيها أطراف دولية. وفي لجنة تريكل كانت مشاركة دولية ممثلة بقاض كندي وقاض إيرلندي حاصل على جائزة نوبل. إذا تم تشكيل لجنة تحقيق نشكلها نحن بمشاركة أجانب، وتتوصل إلى أنه تم ارتكاب جرائم حرب، وماذا سيحدث؟ قبل كل شيء لكي يتم اعتبار أي أمر جريمة حرب يجب توفر نية ارتكاب جرائم حرب، ويجب استخلاص التوصيات، وهذا الأمر يحقق لنا فائدة تكمن في تنحية لجنة شاباس إلى الجانب، وبذلك نقطع الطريق التي تؤدي بنا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ولدى السلطة الفلسطينية النية لتقديم شكوى ضدنا هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذه المحكمة مخصصة لدول غير قادرة على مقاضاة نفسها، ويتوجب علينا الإثبات أننا نمتلك هذه القدرة، وعلينا استخدام رافعة دولية بالاستعانة برجال قانون يملكون صيتا دوليا. مايكل يتفق مع أنه يتوجب إقامة لجنة تحقيق من قبلنا مستقلة من أجل اعتبارها كسور واق. بالنسبة لمقترح عدم التعاون مع اللجنة، فإن الأمر لا يشابه قضية مرمرة التركية مطلقا، فنحن لن نشكل لجنة أممية. الأمم المتحدة من شكل اللجنة بموافقة إسرائيل وتركيا، وهذا الأمر لا يشبه الأمر مع حماس. خاطب اللواء عوفر فيتنر جنوده خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قائلا: نحن ذاهبون بسم الله لأن الفلسطينيين شتموا آلهة إسرائيل. غالبية الجنود تحت إمرة فيتنر هم من المتطرفين دينيا، مما يفسر بحسب خبير تحدث للقناة العاشرة الإسرائيلية فتح النار على المدنيين في رفح والتفاخر بتدمير المساجد على نطاق واسع. לדבר המפקד שכתב בחד גבעתי עופר וינטר לפני כניסת חייליו לרצועה, מייחסים משמעות כזו או אחרת. יש מייחסים לחשיבות רבה. حديث قائد لواء جفعاتي لواء عوفر فينتر، ثمة من ينسب له أهمية كبرى ومعاني كثيرة، وثمة من يقلل من شأن هذا الحديث الذي بدا كأقوال شخصية توراتية أو يشع بن نون قبل خروجه للحرب عندما كان يقول نحن ذاهبون باسم الله. ماذا يعني هذا الأمر يا بروفيسور يغال ليفي وأنت باحث في شؤون الجيش والمجتمع في الجامعة المفتوحة؟
معنيك برشنوت دتيت لملحمة شننا ملحمة دتيت. هذا يعني أن قائدا عسكريا في جيش تابع لدولة ديمقراطية يطرح تفسيرا دينيا لحرب دولة ليست حربا دينية. دولة إسرائيل أعلنت عن حرب أو عملية بهدف إعادة الهدوء لبلدات الجنوب، ولم يتم الإعلان عن حرب دينية ضد الغزيين، ولم تفعل ذلك لأن الغزيين تطاولوا وشتموا اسم آلهة إسرائيل. بيتر قدم معنى دينيا للعملية العسكرية، وهذا الأمر ليس مجرد خطاب بلاغي، ولكن تصرف فينتر منح العملية العسكرية معنى دينيا كسياسة فتح النار القاسية وتدمير المساجد والتفاخر بذلك علنا وتبرير ذلك بحجج لم يستخدم أي منها قائد في السابق. يقول الأشخاص الذين يدافعون عنه إنه أدلى بهذه الأقوال في اللواء الخاضع لإمرته، والذي يضم الكثيرين من المتدينين الذين يرتدون القبعات الصغيرة، وهؤلاء رجال مؤمنون، وهذه الأقوال موجهة لهم وعلى غير المؤمنين من جنود قبعاتي عدم الالتفات إلى الأمر. الذي أريد قوله إن هذا الأمر لا يتعلق بخطاب بلاغي، وهي بحد ذاتها تعتبر محظورة. ماذا كنت ستقول لو تحدث قائد آخر عن فكرة حل الدولتين ويتم تبرير ذلك بالقول إن جنوده من اليساريين الذين يؤمنون بهذه الرؤية، وهذا الأمر غير مقبول في جيش رسمي؟ وهذه الأمور ليست بلاغة فقط، إنها بلاغة يتم ترجمتها إلى أفعال ضد المستوى السياسي ولا قيم وأخلاق القتال، ولا إجراء حاني بعل الذي يسمح بقتل الجندي المخطوف مع الخاطفين، والذي يجب أن يتم التحقيق فيه خصوصا بعد حادثة رفح التي تم خلالها إطلاق النار دون تمييز وقتلوا عشرات الفلسطينيين. ثم تنوع من البلاغة تكون قادمة من الخلفية الثقافية، والرجال المتدينون يستخدمون تعبيرات فقدت معناها الأصلي. الذي يرتدي قبعة المتدينين يتحدث باسم الله، ما السيء بالأمر؟ أنا لا سمعت بدوارين שלו את מה שאתה שמעת. טוב, אז הוא מקשקש, כן, בשם אלוהים, בסדר. מי שחובש כיפה מדבר בשם אלוהים. לא נורא, מה נורא? יש בחת אחר שגם הוא איש דתי, בחת הצנחנים, תולידנו, גם הוא פרסם דף קרבי, אגב חניך בני עקיבא. ثم قائد آخر وهو قائد المظليين تولاندو، وهو أيضا تلقى تعليما دينيا، وهو دعا جنوده للقتال بشجاعة ولا الانتصار، لأنهم يستمدون الشرعية من الدفاع عن سكان الجنوب، وهذه هي الطريقة الصحيحة للحديث داخل جيش تابع لدولة ديمقراطية في صفوف جنود متدينين وعلمانيين. أنت كتبت في صحيفة هآرتس أن هذا الأمر لم يأتي من العدم، وأن لهذا تأثيرا من الحاخامية، وهذا خاضع لتأثير ثقافي. יש כאן השפעה של המכינות הקדם צבאיות שפועלות בחסותה של המדינה בכל מיני צורות. نعم، ثم تأثير المدارس الدينية ذات الطابع العسكري والتي يخضع لها الجنود قبل التحاقهم بالجيش، والتي تعمل تحت رعاية الدولة. وفي هذه المدارس ذات الطابع العسكري التي يجري إخضاع طلبتها لتربية عسكرية تسبق خدمتهم بالجيش، وهذه التربية مشبعة برموز سياسية كالتحريض ضد الحكومات التي أبرمت اتفاق أوسلو، التحريض ضد الفلسطينيين وعرض الفلسطينيين أشخاص بدون حقوق، وكل هذا يجري تحت رعاية الدولة. وهذه المدارس تربي الجيل الجديد من الجنود وقادة الجيش، والأبرز في هذا المضمار هو الحاخام إيلي سيدان، وهو مؤسس مشروع المدارس الدينية التي تؤهل الجنود قبل تأديتهم للخدمة العسكرية. والحاخام سيدون تحدث عن العملية في غزة بالقول يجب جلب بوابات غزة إلى الخليل كما فعل شمشون في الماضي، لكي ينشئ مملكة الخليل المقدسة، وبعد ذلك لن يبقى فلسطينيون بالبلاد. بهذا يصل أعزائنا المشاهدين برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم، وجهاد ياسين في الإخراج. إلى اللقاء.